برامج دي برضو مصطلح ما كناش نعرفه أو ما كناش متعودين عليه زمان، وكنا نشوف إنه الجامعات بره لما نيجي حتى نفتح الويب سايت بتاعها فما بتلاقيش مفهوم الكلية، تلاقي مفهوم مثلا إيه تخصصات الهندسة، برنامج كذا برنامج كذا برنامج كذا. ده هنا نفس القصة. نعم، إحنا عندنا هنا تخصصات برامج العلوم، أيوة، تخصصات برامج الهندسة، وكمان تخصصات هنبدأ إن شاء الله من العام القادم، العام الدراسي القادم، تخصصات علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي. فعندنا البرامج بتشمل الثلاث مجالات دولت الأساسية. اقتصاد المعرفة ده اللي قايم عليه العالم دلوقتي. نعم. يعني نقدر نقول ده الجيل الخامس من الثورات اللي بتحصل في نعم. العالم على النطاق العلمي والبحثي والصناعي وما إلى ذلك. المدينة تأسست لأجل هذا الغرض؟ بالضبط، المدينة تأسيسها بفكرة ورؤية الدكتور أحمد زويل إن يكون عندي ثلاث مركبات. المركبة الأولى هي الجامعة، ثم المركبة الثانية المعاهد البحثية، من تحتها مجموعة من المراكز البحثية، وآخر مركب عندنا اللي هو وادي العلوم والتكنولوجيا. حضرتك لو بصيت للثلاث مراحل دولة هتجد الطالب بيدخل الجامعة والأستاذ بيشتغل في الجامعة مع الطلاب، بيطلعوا مع المراكز البحثية المنطوية تحت المعاهد البحثية، بيطلعوا بأفكار جديدة إبداعية. الأفكار دي نقدر نطلعها في صورة منتجات أو في صورة شركات من خلال وادي العلوم والتكنولوجيا للمجتمع، سواء المجتمع المصري أو المنطقة، منطقة الشرق الأوسط أو للعالم أيضا. طيب، دايما أنا مؤمن بأن كل حاجة وليها ميزاتها النسبية. إيه الميزات النسبية بتاعت مدينة وجامعة زويل عن بقية الصروح الأكاديمية اللي موجودة في مصر؟ إيه اللي يخلي أنه مدينة زويل دي تبقى هي MIT وكالتك بتاعتنا في الشرق الأوسط؟ يمكن بدأت بعد الشهادات تظهر بناء على سؤال حضرتك. الأول حاجة الحمد لله إحنا العام الماضي حصلنا على الرغم من عمر الجامعة، الجامعة بدأت العمل 2013، أيوة، المدينة 2012، العام الماضي 2021 بعد مرور 8 سنوات من إنشاء البدء العمل في الجامعة حصلنا على المركز الأول طبقا لتصنيف تايمز هاير إدوكيشن للجامعات العربية للجامعات المصرية. يعني احنا الأول مصرياً والعاشر عربياً. الأول مصرياً والعاشر عربياً طبقاً لتصنيف تايمز هاير إدوكيشن.